السلام عليكم. زار والي ولاية وهران بمعية السيد علي عون وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني. إذن زاروا وتفقدوا مركب توصيالي لصناعة الحديد والصلب بالمنطقة الصناعية نتاع بالطيوة، أين تم الوقوف على أشغال توسيع نتاع المركب لإنتاج أنواع جديدة من الحديد والصلب كالحديد المسطح والألواح المعدنية المغلفة والتي تدخل في حيز الاستغلال يعني في نهاية سنة 2024، واللي سوف تضيف يعني طاقة إنتاجية جديدة ب 2 مليون طن سنويا من هذه المنتجات، واللي كما نعرف هذه المنتجات المسطحة تدخل في بعض الفروع الصناعية كصناعة السيارات والصناعات الكهربائية وكذلك في البناء، ويعزز دخول هذه الوحدة حيز الإنتاج في قدرات التصدير للمركب التوصيالي اللي كما نعرف هو يعني انشئ بشراكة جزائرية تركية بصيغة 51.49%. إذن هذه التوسعة سوف تسمح لمركب التوصيالي للولوج أكثر للأسواق الخارجية. وثم أنا السيد الوزير هذا الإنجاز يعني في قطاع نشاط الصلب والحديد والذي يعتبر قطاعا مهيكلا واستراتيجيا للتنمية الصناعية في البلاد، كما أكد الوزير على ضرورة استغلال المادة الأولية المتمثلة في خامات الحديد المستخرجة من منجم غار جبيلات. إذن هذا هو هدف ومحور زيارة وزير الصناعة إلى مركب توصيالي في بحر الأسبوع الماضي. إذن نترككم تتابعون ما تبقى عن هذه الزيارة، والسلام عليكم.